تعودنا من زمان إنه الشاب هو اللي يختار شريكة حياته وهو اللي يتقدم لها للزواج وللخطبة، لكن خلينا نشوف شو رأي المواطنين بإنه البنت هي اللي تختار شريك حياتها. خلينا نشوف مع بعض. لا طبعا لازم هي تختار شريك حياتها، لأنه هاي الحياة لإلها، بالأخص بمجتمعنا هذا، إنه إذا أخذ التقليدي والحكي هذا اللي بيصير بين العائلات وهيك، إنه بيصير في مثلا تنافر، في انفصال، في عدم مسؤولية، ما بيكونوا فاهمين بعض، ممكن يكون الرجل ما بوثق بأي مثلا، يعني يكون صاير معه موقف مثلا، ولما تجوز هاي يعني المرأة هاي صار معه موقف نفس الشيء، وصار يحكي لا كل النسوان نفس الشيء، وكذلك المرأة نفس الشيء إذا مثلا أخذت رجال أو زي هيك الحكي، فإيش بيصير؟ إنه خلص بيصير في تنافر. من حظنا اليوم إنه أحمد معانا موجود، أخونا من مصر، بدي يحكي لنا عن رأيه. شو رأيك بحرية الفتاة باختيار شريك حياتها؟ شو اللي يختار؟ والله يا عم هذا الصح، يعني لأن بعد كده بيكون في مشاكل، بيحصل طلقات، بيحصل شغلات زي هاي، فالصح إن دايما البنت تختار عشان لو صار إشي تكون هي متحملة مسؤوليتها، وبعدين أهلها برضو بينصحوها إذا هذا منيح هذا مش منيح، يعني بيكون في نصيحة من الأهل، بس الأفضل إن طبعا البنت اللي تختار. ما بتحس إن هذا خروج عن العادات والتقاليد كإحنا كعرب؟ يعني دائما العرب بيحكوا لك الشاب بروح يتقدم للبنت وبطلبها، ما بتحس إنه هذا بيختلف صار؟ لا لا، النهاردة عم الناس كلها بقت عارفة بعضها، وكل واحدة النهاردة بقت بتكون عارفة مين شريك حياتها، عارفة تختار مين، ما عادش الأهل النهاردة بيخصبوا على واحدة إن هي تختار حد معين، يعني فالنهاردة كل واحدة بتختار اللي هي عايزاه، إذا بتخصب عليها ما بتوافقش يا بتموت نفسها. وبعد ما شفنا الرأي المصري في الموضوع، خلينا نشوف الرأي السوداني برضو شو بيحكي. شو رأيك بأنه الفتاة تختار شريك حياتها؟ أيوة تمام، معيد معيد الفتاة تختار شهيد حياتها. طب ليش؟ ليش أنه هي تختاره عادي ما تختاره؟ بما حياة بتاعه حياة الدنيا كده. أيوة لازم. طب ما بيختلف عن عاداتنا وتقاليدنا كعرب إحنا أنه الفتاة تختاره ومش هي يختارها؟ بيختلف؟ ما بيختلف، عادي عادي، هذا حياة كده. والله هذا إشي إيجابي، لأنه هي راح تقضي معها طول العمر، يعني فمش أنا اللي راح أعيش معه ولا أخوها ولا أبوها، فهي راح تعيش معه، إذا ما بترتاح تحكي عشان تكون الحياة بيناتهم من الأول موفقة، فإذا هي ما بدها إياه أو يعني بحياتهم ما راح يكونوا مع بعض مناح، فراح تصير مشاكل، بلاش يجي أولاد يظلموهم بعدين ينفصلوا، فتكون القصة مش لابقة مش منيحة من الأساس. طبعا معه بشدة، لأنه إذا ما بدها إياه ما راح تعيش معه، ما راح تكون معه بكل أريحية، يعني راح يكون إشي على الفاضي، فإذا بتحبه راح تضل، أو هي بدها إياه كمان، فراح تضل معه لفترة طويلة وراح يجيبوا إشي منيح، يعني أولاده ما راح ينظلموا في المستقبل. ما بين مصر والسودان والأردن الآراء واحدة، الكل اتفق على أنه يحق للفتاة اختيار شريك حياتها. افرحوا يا بنات واختاروا شريك حياتكم، بلكي طلع لنا من الطيب نصيب. لبرنامج بيت العيلة، أسامة بليبلي.